حاجة أخرى. مرحبا، أنتم تسمعوا ريبوت اف ام على 101.5 106.9 اف ام. تسمعونا في القروين، نابل، سوسة، المهدية ومستي، وإلا على www.ribotfm.tn. تحاليل، أخبار ومواكبات حصرية من قلب الحدث، بلاتوات سياسية، رياضية واجتماعية. ما تنساوش الجو الفرهي مع الألعاب والموسيقى. وعيش الموسيقى على ريبوت اف ام. زهر البنفسج، بتونس بي، التسعينات، غرميكس، الروح، ايزي ترنت. اللي بتفتح حاجة أخرى. مش نبدأ هوي. مش نبدأ هوي. مرحبا بكم في 9:13 دقيقة 14 جانفي 2019، 8 سنين ما بعد الثورة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. اليوم نحكيو في لقاء سبيسيال لريبوت اف ام. أهدى اللي صار، هذه الإيقاعات نتاع الغنائية اللي تقول أهدى اللي صار. شنو اللي صار في تونس؟ تونس ما بعد الثورة حرية الإعلام، تونس ما بعد الثورة جمهورية ثانية، تونس ما بعد الثورة ديمقراطية، تونس ما بعد الثورة دستور جديد، تونس ما بعد الثورة تعددية الأحزاب، انتخابات حرة وشفافة ونزيهة، تونس ما بعد الثورة بدون سجناء رأي وهذا ليس مؤكد، تونس ما بعد الثورة جائزة نوبل للانتقال الديمقراطي. عن أي ثورة نتحدث؟ ما بعد 14 جانفي 2011. قال المولى عز وجل في محكم تنزيل آياته: بسم الله الرحمن الرحيم، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. تونس ما بعد الثورة جائعة وخائفة، تونس ما بعد الثورة رأس شاب تونسي مقطوع في الثلاجة، تونس ما بعد الثورة أخوه يذبح دون رقابة، تونس ما بعد الثورة يغتال فيها ولأول مرة رجالات السياسة وصناع رأي ويذبح فيها الصوت الحر، تونس ما بعد الثورة اقتصاد موازي وأمن موازي، تونس ما بعد الثورة تمد يدها للفمي وتطلب وتستجدي، تونس ما بعد الثورة أكثر من 5000 مسجل خطر وإرهابي، تونس ما بعد الثورة هروب العديد من الشركات والمستثمرين، تونس ما بعد الثورة هبوط حاد في قيمة الدينار، تونس ما بعد الثورة طرقات وبنية تحتية تحت الصفر، تونس ما بعد الثورة بلاد بلا دواء ومنظومة صحية لا تحفظ كرامة المواطن، تونس ما بعد الثورة قدرة شرائية وقفة زوال تسرع، تونس ما بعد الثورة قطاع النقل في حاجة إلى نقل سريع، تونس ما بعد الثورة منظومة تربوية ونقابة ترمي بأولادنا تلاميذ خارج الفصول، تونس ما بعد الثورة يهان ويضرب ويقتل ويقتال فيها رجل ورجال الأمن، تونس ما بعد الثورة أنانية في محاصة حزبية تصبح سلوكا في إدارة مدنية، تونس ما بعد الثورة يموت أبناؤها لا بالإرهاب بل باللامبالاة، تونس ما بعد الثورة يسلك شبابها البحر خلصة للمجهول. أهدى اللي صار في تونس. أم هناك أشياء أخرى؟ كل هذه النقاط وغيرها نتحدث عنها الليلة في سبيسيال ريبوت اف ام. يحضر معي الكاتب والمستشار السابق بوزارة الخارجية السيد منار اسكندراني، كذلك يحضر معي الدكتور والإعلامي السيد عبد السلام شقير. أهدى اللي صار في انتظار أنه يخلط معنا الأستاذ مراد قموع، أستاذ ومحلل سياسي، باش نتحدثوا الليلة على عديد من النقاط. تونس ما بعد الثورة في عيون الآخرين في قراءات مختلفة تجمع الاقتصاد، تجمع الأمن، تجمع الاستقرار، تجمع منظومات التربية والصحة. مساج نقولوا هذه نتيجة، ما الأسباب التي أدت إلى هذه النتيجة إذا اعتبرنا أن السياسة نتائج؟ ثم سوف نفهم الواقع عندما نستدلي بالأسباب والنقاط. سوف نتحدث على عديد النقاط. أهدى اللي صار بصوت حلو برشا ونرجو.